صار يعمل هاد؟ شو بده يساوي؟ لك انت هيك رح تخلي الثلج يدوب بسرعة؟ ليك حنشعل النار حتى يدوب بسرعة أكتر. بس ما عندك فكرة قديش هذا الشيء رح يكون سريع. الثلج والمي ما بيجتمعوا سوا مثل هي البنت وريشي، وشوي شوي النار رح تكبر والثلج رح يدوب تماما. رح يدوب الثلج من تحت رجليه لريشي المسكين، ورح يتعلق بالهواء وحياته رح تنتهي، ما رح يقدر يفك حاله. بس لا تاكلوا هم، لانه رح يرتاح اكثر بس يموت. لو سمحت بترجاك، شو مشكلتك ماليشكا؟ اطلع شو صار بسببك، ليش عم تستفزي؟ ليش عم تعملي هيك؟ ماليشكا شو هالتصرفات هي؟ فهميني، ليش لحتى تزتي الملف علي؟ ايه شو كنتي مفكره انه الملف رح يقتله يعني؟ لك شو هاد يا؟ ريشي هلا بخطر بسببك، عجبك هيك؟ ما خطر لي هالشي، ليش هيك عم تحاكوني؟ خلص شو قصتك انت؟ اه؟ ليه عم تخانق على ماليشكا؟ مو شايفه شو؟ الأحسن بهذا الموقف الصعب هي لاكشمي، فهمان؟ معك حق. نحن اجينا على المحكمة بسبب لاكشمي، لو ما اجينا لهون ما كانت صارت معنا هالمصيبة. مزبوط، وبتعرف شو يلي أهم من هيك أيوش؟ ريشي بيعني لها كتير لماليشكا، فما قدرت تسيطر على حالها. 100%، المجرم الوحيد هو لاكشمي مو ماليشكا. لاكشمي ما بتجيب إلا المصايب لعائلتنا. نحن من لما شفنا هاي البنت ما عاد شفنا الخير أبداً. شو عم بتقولي نيلام؟ فهمنا إنه ماليشكا مجنوني، بس أنت عم بتزيد الطين بلة. بس وقفوا هاي الدراما العائلية. رح ورجيكم الدراما على أصولها. أنا كتير خايفة وقلقانة، شو حيصير؟ كل شي محلو، قلبي ما عم يتحمل. هيك صار؟ لا بترجاك، لا لا تعال هيك. ريشي شو عم تعمل؟ ريشي لا ابني، ريشي لك انت شو عم تعمل؟ بترجاك بترجاك طفي النار، بترجاك بترجاك اقتلني إلي، بترجاك لا تقتله له فريشي. لا ريشي 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 اتركوني، لازم نروح، لازم نروح. ريشي ما بيصير هيك يا مدام، مدام ممنوع، لو سمحتي هذا خطر عليك. لازم يطلع حفيدي، لازم يطلع، لازم انقذوا له حفيدي. مدام هدي حالك شوي. تركوني يا شهد الدليل، بأكد اني ما بهدد على الفاضي. لازم يطلع. ريشي رح يعيش طول ما التلج لسه ما داب كله، وطبعا التلج حيدوب لأنه نحنا شغلنا نار جنبه. أنتوا ما معكم وقت كتير أبدا. ريشي لوين رايح؟ أيوش ابني، أيوش لا تعمل هيك، أيوش تعمل هيك، أيوش لا تعمل هيك. بعد لاكشمي، لاكشمي
يا حاسك ارجع يلا اختي بعد لا لا لكشمي بترجاكي روحي من هون ما فيك تتحملي وزني رح تتأذي روحي لا ما رح روح لمكان ممكن لا انت سكتي اسمعي شو عمل لك يلا روحي ما رح تقدري تتحملي وزني وزني تقيل كتير لو كنت عم بلعب رياضة وأكلي صحي وعندي عضلات كنت تحملتي وزني بس انت وزنك خفيف ما رح تتحملي يلا روحي ليش ما كنت تروح على النادي كنت هلأ حتكون أخف من هيك كان هالشي فادك لكشمي انت من كل عالك عم تناقشيني وأنا بهالوضع هاد